السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ، معكم الأستاذة ياسمين، والدرس تاع النهار اليوم راح يكون في مادة الرياضيات وبالتحديد الهندسة. دونك أبنائي، اليوم الهندسة خاصة السنة أولى متوسط يبدأوا بالدرس اللي حنا نعطيه لكم نهار اليوم، لكن ماشي معناتها يقراوا غير السنة أولى متوسط، بل جميع سنوات المتوسط وحتى إن شاء الله الثانوية. دونك أبنائي وبناتي ركزوا معايا في الدرس تاع نهار اليوم اللي هو التقاطع، وراح نعطيكم الانتماء وعدم الانتماء. دونك بلا ما نطول عليكم ابنائي وبناتي، راح نبداو بدرس التقاطع. وشنو معناتها التقاطع وما هي حالات التقاطع؟ تري بيان، دونك نفهمكم عفسه فقط قبل ما نبداو. ابنائي الهندسه لازم تعرفوا كل كلمه بما تعنيها، باش كي يعطوكم مثلا تمرين عن هندسه، مثلا ارسم ولا بين، ولا لازم ترسموها بشكل صحيح، لانه الرسم ابنائي هو اهم شيء في الهندسه، بلا به ما نقدروش نكملوا الحسابات. تري بيان، دونك يلا ابنائي نشوفوا ما معنى التقاطع. يلا نشوفوا. نقول ان مستقيمان هما متقاطعان. دونك الجمله ما كتبتهاش بيان. نقول ان مستقيمان متقاطعان، ومتى نقول بلي متقاطعين؟ اذا اشتركا في نقطه واحده. دونك ابنائي زوج مستقيمات تري بيان متقاطعين وقتاش؟ اذا اشتركوا في نقطه واحده. دونك يلا مع بعض نشوفوا. انا عطيت لكم المثال دي ودي فتحه. اسكو لهنا دي ودي فتحه متقاطعين؟ تقولوا لي نعم استاذه متقاطعين. نقول لكم كيفاش عرفتوا؟ تقولوا لي لانهما يشتركان في نقطه واحده، الا وهي الا. تري بيان، دونك كل مستقيمان تلقاهم داروا كيما حنا نقولوا تقاطعوا ولا تلاقاو في نقطه واحده، عرفوا باللي متقاطعان. احسنتم. دونك في التمارين تاع الهندسه ابنائي يقول لك ارسم مستقيمان متقاطعان في النقطه ا. تري بيان، واش نديروا؟ نرسم المستقيم تاعي دي ونزيد له فوق مثلا يمر عليه دي فتحه يتقاطعوا في نقطه واحده. دونك اسكو تلاحظوا ابنائي متقاطعين من هالجهه ولا من هالجهه؟ لا، تقاطعوا غير في نقطه واحده. ما لو كان هذا نزيد نطولوا ودي كذلك نزيد نطولوا، مستحيل انهم يزيدوا يتقاطعوا. يتقاطعوا فقط في نقطه واحده اللي لهنا سميناها ا. تري بيان، دونك فهمتوا شنو معناتها التقاطع؟ نقول ان مستقيمان متقاطعان اذا اشتركا في نقطه واحده. تري بيان، اذا لهنا التمرين مثلا ولا يقولكم كيف نعلم ان دي و دي فتحه متقاطعه؟ نقول لهم لانهما اشتركا في نقطه واحده اللي هي الأ. تري بيان، الملاحظه اللي نقدر نمدها لكم ابنائي هي ملاحظه جد مهمه. واش تقول؟ يمكن ان يكون مستقيمان متقاطعان ومتعامدان في نفس الوقت. تسمو شنو؟ يقدروا زوج مستقيمان يكونوا متقاطعين ومتعامدا. ابنائي دائما تفكروا كلمه متعامدا معناتها يشكلان زاويه قائمه. احسنتم. تسمى يقدر الزوج مستقيمان يكونوا كيفاش؟ متقاطعين ومتعامدين في نفس الوقت. طبعا انا كالعاده نحب انه نرسم لكم باش نبين لكم كيفاش هادو متقاطعين ومتعامدين في نفس الوقت. تري بيان، دونك لاحظوا ابنائي، هاو دي تاعي ودي فتحه تاعنا. لاحظوا ابنائي دي ودي فتحه واش بيهم؟ شكلوا لي زاويه قائمه. اذا المستقيمان تاعي شكلوا لي زاويه قائمه، وشنو معناتها؟ متعامدان. اذا حققت التعامد، نشوف زاويه قائمه معناتها متعامدين. احسنتم. هل هما متقاطعان؟ طبعا تقولوا لي نعم، لانهما اشتركا في نقطه واحده اللي هي ا. اذا في التمرين ابنائي وبناتي يقدر يقول لكم ارسم مستقيمان متقاطعان ومتعامدان في النقطه ا. ما عليكم ابنائي الا ترسموا مثلا دي، تجيبوا الكوس تاعكم وترسموا دي فتحة على حسب التسميات، ما هي إلا تسميات. إذا أبنائي نشكل الزاوية القائمة تاعي معنتها راهم متعامدين. تري بيان، ومتقاطعان معنتها تلاقاولي في نفس النقطة اللي هي مثلا ا. اذا نقول باللي المستقيمات تاعنا متقاطعين ومتعامدين. دونك كيما وصيتكم ابنائي الهندسه لازم نفهمها كلمه بكلمه. عبيها راني نروح معاكم مثلا درت لكم درس ما هو الفرق وما بين مستقيم وقطعه مستقيمه ونصف مستقيم، لانه المطلوب منكم مثلا لو كان يقول لكم تمرين
ارسم نصف مستقيم وانتم ترسموا مستقيم هو خطا. احسنتم، يقول لكم ارسم قطعه مستقيم وترسموا مستقيم هذا كذلك خطا. دونك ابنائي دائما نسي نعطيكم واش يطيح لكم ان شاء الله. تري بيان، دونك ابنائي التقاطع قلنا كيكون نورمال، ها هو نورمال مشتركين في نقطه واحده. اذا قال لي في التمرين مستقيما متقاطعا ومتعامدا، لازم بالكوس تاعي ندير زاوية قائمة، تسمى أني حققت التعامد ومتقاطعا في نقطة واحدة اللي هي أ معناتها متقاطعين. حسنتم، دونك بعد ما فهمنا التقاطع، يلا أبنائي وبناتي نمروا للانتماء وعدم الانتماء. علشان ندير لكم هكذا، قلت لكم لنفهموا كل كلمة وما تعنيها في التمرين. تري بيان، دونك أبنائي ما معنى الانتماء وما معنى عدم الانتماء؟ تخبيا، دونك يلا نبداو مع بعض. نقول أن نقطة تنتمي إلى مستقيم إذا كان هذا المستقيم يمر عليها. دونك أبنائي يمر ولا يشمل نفس الشيء، دونك لازم تعرفوا كي يقول لكم يشمل أعرفوا بلي يمر، إذا قال لكم يمر أعرفوا بلي يشمل. حسنتوا، يمر معناتها يجوز عليها. تخبيا، نعودوا نقاو مع بعض وش قلنا. نقول أن نقطة تنتمي الى مستقيم، معناتها النقطه تاعي مثلا ها هو المستقيم تاعي دي. حسنتم، واه هي النقطه تاعي. وقتاش نقولوا باللي تنتمي ا تنتمي الى دي؟ اذا كان هذا المستقيم يمر عليها. تري بيان، دونك يلا نشوفوا ابنائي هذا المستقيم راهو يمر على ا. حسنتم، معناتها ا راهي داخل فيه. حسنتم، اذا مر عليها فان النقطة تاعنا تنتمي إلى دي. أبنائي هذا هو رمز الانتماء، شوفوا يشبه للأ. وشنو نبدأ نقرأ من اليسار؟ أ النقطة أ تنتمي إلى المستقيم دي. حسنتم، تري بيان، دونك كتبتوا بين قوسين معناتها مستقيم. نعاودوا مع بعض، إذا شفت المستقيم تاعي فيه نقطة معناتها داخلة فيه يجوز عليها، هي مثلا أ ولا ما يهمش التسمية، فإنها بالضرورة هذه النقطة تنتمي إلى ذلك المستقيم. وشنو معناتها؟ قلنا لازم نعرفوا وشنو معناتها يمر، معناتها يشمله. تخبيا، في التمارين تاعكم قادرين يكتبوا لكم كلمة يشملها كما قادرين يكتبوا لكم يمر عليها. تخبيا، دونك شفنا مع بعض وقتاش نقطة تنتمي إلى مستقيم معناتها داخلة فيه يمر عليها. برافو، يلا نشوفوا عكسها. دونك يلا أبنائي نقراو. نقول أن نقطة لا تنتمي إلى مستقيم إذا كان هذا المستقيم لا يمر عليها، معناتها لا يشملها. تري بيان، دونك مثلا العكس، هي العكس تاع هذا تماما. دونك أبنائي هاو المستقيم تاعنا دي، لاحظوا اسكو ا داخلة في دي؟ هل دي يمر عليها؟ راكم تشوفوا يقطعها. حسنتم، ماهوش يقطعها، تما راهي خرج عليه. اذا واش نقولوا؟ فان النقطه ا لا تنتمي الى المستقيم دي. وكيفاش نديروا على الرمز تاع عدم الانتماء؟ هي تشبه لهاد الاو وندير لها كيما حنا نقولوا نباريها. حسنتم، دونك ا لا ينتمي الى دي، معناتها ا راهي خرج عليه ماهيش فيه. حسنتم، لاحظتوا باللي جد سهلة، الانتماء معناتها يمر عليها، عدم الانتماء ما يمرش عليها. لأنه بعض التمارين أبنائي يقول أرسم مستقيما دي، ومثلا نقول تنتمي إلى ذلك المستقيم، لازم تعرفوا باللي ترسموها بهذا الشكل. إذا قال لي التمارين مثلا أرسم مستقيما دي وعين لا تنتمي إليه، دونك راح نبعدها. تري بيان، برافو عليكم. الرمز تاعها لازم تعرفوا ا ينتمي الى دي تشبه للاو، ا لا ينتمي الى دي معليا الا نباريها. داكوغ، دونك لاحظتوا باللي جد 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 سهله، ما فيهاش كيما حنا نقولوا ما فيهاش صعوبه. متفاهمين ابنائي؟ دونك يلا مع بعض، قلنا كملنا التقاطع، الانتماء وعدم الانتماء، وان شاء الله تكونوا فهمتوها ابنائي. هكذا ان شاء الله باش نزيد لكم الدرس تاعنا. الدرس القادم ان شاء الله راح يكون حول محور قطعه مستقيمه. دونك ابنائي راح نوري لكم وشنو هو المحور وكيف ارسمه بشكل صحيح، وكي بيان سور بالتمارين. دونك ان شاء الله بعد ما نشوفوا هذه الدروس الملخصه راح نبدا نحل لكم التمارين والفروض ان شاء الله. دونك ابنائي نعودوا مع بعض. التقاطع معناتها يتقاطعوا في نقطة واحدة، يشتركوا في نقطة واحدة، قلنا تقاطع عادي ها هو أمامكم، تقاطع بالتعامد ها هو أمامكم، الانتماء معناتها فيه، معناتها داخلة في المستقيم، النقطة تاعي داخلة في المستقيم، عدم الانتماء معناتها خارج المستقيم. برافو عليكم أبنائي. دونك كالعادة أبنائي وبناتي،
ما فهمتوش حاجه ولا جاتكم صعيبه ولا ما عليكم الا تخلوها لي في التعليقات نجاوب عليها ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وكيما نقولكم كالعاده تركيز ثم تركيز، مستحيل ان واحد كيما حنا نقولوا يقرا وما يجيبش داكوغ. وكيما ندعي لكم كالعاده ابنائي ربي ينجحكم ان شاء الله.